أنا مقدر جايتك لهون، بس أنا ما غلط بحقها، هي عم بتشيك. حازم، أنا ريم مالي بسمة. ما فهمت. يعني مالك مضطر قدامي تقول إنه ما في حدا وإنه هي عم تشيك لحالها؟ بس هي اللي بدي أقول لك إياه، إنه ما في ضرورة تحسسها. لشو تخرب بيتك؟ ما رح أقول لك إنه بسمة بتتقل بالذهب، بكفي إنه صاينتك وصاين العيلة، ضابة ولادها وقاعدة معهم. مو أنا اللي بدي أترك، هي عم روح تطلع. اليوم لعندها، اعتبر حالك عم تكتب كم كلمة وقول لها إياهم. اعتبرها ورد قاعدة قدامك واحكي معها. ما هي ورد ذاتها، إذا ارتبطت فيها بعد فترة رح تصير محل بسمة. لساتك مصرة إنه في شي بيني وبين ورد؟ ما بيهمني يا ريم، رح نرد نرجع أنا وبسمة لذات المكان، رح ترجع تقلي بدنا نترك، لشو لروح؟ مستحيل شي يتغير، هي ما بدها ياني. وإذا قلت لك إنه هي قالت لي إجي لعندك، بس بدون ما تعرف إنه هي اللي قالت لي. وين ما رحت وكيف ما سألت بيقولوا لك أنت مخير. بس شو معناتها إنه يكون خيارك تمنه كتير مرتفع وبجوز يكون حياتك؟ وقتها يا ترى بيضل اسمه خيار متاح؟ ولا وقتها بيكون قدامك طريق واحد أنت شبه مجبر إنك تسلكه وتمشي فيه؟ شبه معناتها دائما في ولو مجازا طريق تاني. انت فيك تغير المكتوب، بس وقتها رح يكون العقاب على ما يبدو اشد واقوى. انت خيارك انك تعرف اذا فيك تتحمل او لا. لانه عن جد بتحسك قاعد معها غصب عنك. الف مره قالت لي هذا الشيء. وانا عن جد قاعد معها غصب عني. يعني الواحد في مثل يوم يومين اسبوع، بس ما في مثل العمر كله. شو بكي؟ ليه سكتتي؟ شو بدي احكي بقى؟ كل النسوان بيلوموا الرجال. طيب في شي مره جربت انه ما تتذمر؟ تغير من حالها شوي؟ لك بتلومني ليش قاعد عم بشتغل على اللابتوب؟ ما هو هذا الشغل اللي عم بيطلع لنا مصاري لحتى نقدر نعيش. وين المي؟ لا بدك تقنعني انه 24 ساعة طول السنة قاعد عم تشتغل؟ أكيد لا، بس حتى لما ما بيكون عندي شغل بدي روح شوي شوي، يعني بجوز اقعد ما احكي، اسكت، اكل هوا. ليكك عم تلاقي شي تحكي مع ورد وما عم تحب تسكت. ايه لأنه في شي جديد، يعني ما فينا. لك إذا بحكي أي شي حتى لو كان نكتة ها بتسخفه، بحكي شي جدي بيقلب خناق، بحكي عموميات تسقطنا على علاقتنا وبصير مشكلة. طيب انت فكرت ليش هي دائما معصبة؟ ليش دائما انا يلي لازم فكر؟ ليش دائما الحق علي؟ لانه هو هيك، هي ما تغيرت، انت عم تطالبها بشيء ما لازم تطلبه بعد فترة طويلة من الزواج. بشو عم طالبها؟ شوية مساحة؟ بانه مو كل شيء عم ساويه هو تافه؟ بانه تحسسني انه انا اللي عم بعمله هو ماله فرض؟ انه انا مالي مقصر بشيء؟ هلا انت شايف انه هي الاسباب كافيه لانك تترك البيت وتمشي؟ قلت لك مو انا اللي بدي اترك، هي بدها تترك. بس كذب عليك يعني يقول لك انه انا مالي مرتاح؟ بلا انا مرتاح. ما دام بدك تترك ليش بدكم تجيبوا ولد؟ اساليها لها، ليه عم تساليني الي؟ لانه هي عملت علاقه مع الحيط وحبلت. لا، عملت علاقه معي بس مو مشان تحبل، مشان تيم يكون عنده اخ، يعني انا خارج المعادله تماما، انا مجرد وسيله لحتى هي تقدر تظبط حياتها مثل ما بدها. هلا انت هيك مقتنع ولا انت هيك حابب تقنع حالك؟ طبعا. لازم دائما اطلع انا الكذاب، انا. شو مضطرني كذب عليكي؟ بس كمان دائما الواحد بيحكي اللي بحسه بيتكذب. بيحكي اللي ما بيشبهه بتقوم الناس بتصدقه، بيحكي بصراحة بيوم اللي قاعد معه بيكرهه، بلوفك بحبه. مثل ما انت محتقر حب بسمة إلك لأنه حاببتك وعلقان بورد لأنه هاملتك. يعني ليكي بعد كل هذا العمر كله بيني وبين بسمة، ليش لحتى تبعتك إلك لهون؟ ليش ما تجي هي تحكي؟ بجوز فكرت إنه ما عاد بدها تنزل أكثر.